عثر مواطنون في حي الجراف بأمانة العاصمة على جسم غريب يعتقد أنه عبوة ناسفة وضعت تحت سيارة أحد أبناء الحي، وسارعت أجهزة الأمن إلى المكان بعد إبلاغ المواطنين لمركز شرطة 26 سبتمبر، فيما أبدى مواطنون استياءهم من تأخر حضور خبراء المتفجرات وتفكيك العبوات. وكانت وزارة الداخلية أهابت بجميع المواطنين عدم الاقتراب من الأجسام الغريبة أو العبث بها وضرورة سرعة إبلاغ الأجهزة الأمنية في حال العثور على أجهزة أو أجسام مشبوعة. البداية كنت ماشي شفتها، فصرت يعني حاجة غريبة، تحركت طوالي القسم. نزعتها خفيفة، أيوة مسكتها خفيفة، طوالي صرت للقسم بلغت وخرجوا الطقم طوالي. يعني لنا 5 ساعات وقسم الشرطة حاضر من بداية هذا، لكن لم يحضروا الخبراء خبراء المتفجرة إلى حتى الآن، وغلقوا الشوارع كلها، وغلقوا يعني والأمن مقطع الشوارع، وما بش والسكان داخل البيوت خايفين مراعين لأي احنا دي انفجر.